بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيكم يا شباب، أخباركم إيه؟ ده الجزء الرابع من الوحدة الأولى الخاص بحل وشرح جملة جملة من أسئلة القواعد الخاصة بالوحدة الأولى في كتاب جيم. تعالوا نحل مع بعض أسئلة القواعد معايا، واللي طبعا اللي مش معاه الكتاب ما تقلقش، الكتاب هتلاقيه قدامك دلوقتي على الشاشة حالا. هنحل مع بعض ونرجع لبعض تاني. الجملة الأولى بتقول while يوسف not for the bus it started to rain. اتفقنا مع بعض في الشرح، قلنا انه while بيجي بعدها ماضي مستمر اللي هو was a verb فعل زي ing، وبعد كده ماضي بسيط اللي هو started، وبالتالي نختار letter D was waiting. Number 2 we don't live in Asyut now. احنا مش عايشين في أسيوط دلوقتي، but ولكن we not there for 30 years. عشنا في الماضي هناك لمدة 30 سنة، يبقى احنا بنتكلم في الماضي فهنختار letter B lived. وقلنا ان ممكن يجي فعل ماضي مع for عادي جدا لو بيتكلم عن حاجة حصلت في الماضي. Number 3 he not home as soon as he had seen his brother off at the airport. طبعا اتفقنا مع بعض ان as soon as بيجي بعدها ماضي تام زي ما انت شايف اللي هي had وتصريف التالت، وقبلها بيبقى ماضي بسيط returned. letter D هي الإجابة الصحيحة. Number 4 first he knocked on the door. في الاول خبط على الباب. then she not she first she knocked on the door then she not inside. في الاول خبطت على الباب وبعدين دخلت للداخل، يبقى احنا بنتكلم عن فعل ماضي بسيط went. letter B هي الاجابه الصحيحه. Number 5 سامح had an accident as he not the street. بينما اتفقنا ان كلمه as تساوي while، وبالتالي الاثنين دول as و while بيجي قبلهم ماضي بسيط زي ما انت شايف اللي هو had. محدش يقول دي ماضي تام، طبعا دي مش had والتصريف التالت، دي ماضي بس. had an accident يعني حصلت لها حادثة او حصلت له حادثة. as بيجي بعدها ماضي مستمر في الحالة دي، فيبقى نختار letter B was crossing. Number 6 while she was waiting for the train she not a handbag under a bench. while بعدها ماضي مستمر اللي هي was aware والفعل زي ing، الناحية التانية هيبقى ماضي بسيط اللي هي noticed لاحظت ان في هاند باج under a bench. هنختار letter A. 7 after I finished school I not English literature at university. after I finished school بعد ما خلصت دراسة المدرسة، الدراسة في المدرسة، درست studied في الماضي البسيط. طيب ازاي بقى after المفروض بعدها يا اما ماضي بسيط وماضي بسيط، يا اما ماضي بسيط ثم ماضي، يا اما ماضي تام ثم ماضي بسيط. انا ما عنديش انا بعد افتر ماضي تام، فبالتالي هنا في ماضي بسيط في الحالتين. اذا كانت بعدها ماضي بسيط او ماضي تام في الحالتين الناحيه الثانيه كده كده بيبقى ماضي بسيط عادي جدا، فنختار studied letter D. مش ممكن ابدا مع افتر يجي مضارع وفي الناحيه الثانيه ماضي، ما ينفعش يبقى بعد افتر ماضي ويبقى بختار الناحيه الثانيه مضارع من اي شكل من اشكال الثلاثه دول، لا A ولا B ولا C ينفعوا، هختار D. Number 8 they not that bridge when I was here last year. they haven't finished it yet. كويس. هو زي ما انت شايف في كلمة when، شايفها when اهي، when بعدها فعل ماضي اللي هو was. اوكي المفروض ان يبقى فيه هنا مثلا ماضي مستمر، كان ممكن ينفع بس ينفع كمان ماضي، فبالتالي هو بعد when ماضي بسيط. اوكي فاختار قبل when ماضي مستمر اللي هي where building letter A. where building letter A. number 9 I had finished my work before not the office. أنا شايف إن before مفيش بعدها فاعل، طول ما مفيش بعد before أو after فاعل يبقى بعدها الفعل زي ING على طول. letter D هي الإجابة الصحيحة. number 10 at the age of 7 في عمر السابعة my parents not me to Jordan. في عمر السابعة نتكلم في الماضي وبالتالي هختار الفعل الماضي تك. letter C أخذني والدي إلى جوردن إلى الأردن. number 11 where did you not to play when you were young. اتفقنا إن كلمة used to يعني اعتاد أن، بس طالما في did فيبقى مش هينفع used، هحط use بس اللي هي letter C. number 12 she started her work بدأت عملها when she not the baby to bed. when قبلها فعل ماضي بسيط، بعد وين طالما في قبل وين ماضي بسيط يبقى بعد وين ماضي، بس انهي ماضي بقى؟ اي حاجه ماضي تنفع. طبعا انا عندي A و B و D مش ماضي، فالوحيده اللي هتنفع هنا هي letter C had but. طبعا انا اتفقت معاك ان وين ممكن يجي بعدها ماضي بسيط، ممكن ماضي مستمر وممكن ماضي تام، ولكن انا هنا ما عنديش غير الماضي تام بس اللي هو letter C had but. 13
not the letter after you had written it. طبعا ده سؤال فاختار سؤال في زمن الماضي. طب انت ليه تختار ماضي تحديدا؟ عشان عندي after اوكي وبعد after ماضي تام اللي هو had written، فانا عايز سؤال في الماضي وماضي بسيط تحديدا، فيبقى did you post letter B did you post. number 14 by the age of 5 بحلول او قبل سن الخامسة نسمى not to swim. اتفقنا ان by وبعدها مدة زمنية بيجي مع زمن الماضي التام اللي هو had learned letter B. 15 when I not my work my homework my sister was helping my brother my mother. طبعا ينفع بعد when الاثنين ماضي مستمر، طبعا ينفع بعد when ماضي مستمر ثم ماضي مستمر لو الحدثين كانوا بيحصلوا في وقت واحد في الماضي. فعندما انا كنت بعمل واجب اختي كانت بتساعد امي، هنختار letter D هي الاجابة الصحيحة. number 16 while I not at home a man knocked on the door and asked for help. طبعا وايل بيجي بعدها ماضي مستمر، بس انا حاجة مهمة جدا عايز اقولها لك وباكد عليها، في بعض الافعال مش ممكن تيجي مستمر، منها فعل الحالة اللي هو يكون بينما انا كنت، يكون ده ما يجيش مستمر، فيجي ايه؟ يجي ماضي بسيط اللي هو was بس. letter B الاجابة الصحيحة. 17 I didn't return home لم اعود للبيت until I not my home my work. طبعا until بيجي قبلها didn't والمصدر ثم ماضي تام اللي هو had finished letter C. number 18 we not near a supermarket before we moved to this house. before بعدها ماضي بسيط اللي هو moved، فانا عايز قبلي before حاجه من اتنين، يا اما ماضي تام يا اما ماضي بسيط. انا ما عنديش هنا ماضي تام، فبالتالي اختار lived ماضي بسيط، انا عشت بالقرب من السوبر ماركت قبل ما انتقل الى هذا المنزل. number 19 when I reached the station the train not I missed it. وين عندما انا وصلت المحطة، خد بالك الجملة دي مهمة، نشوف ايه اللي حصل لما انا وصلت المحطة القطار كان مشي، يعني انا كاتب لك هو هنا I missed it فاتني هذا القطار، يعني كان مشي قبل ما اوصل، يعني في الماضي التام اللي هو had والتصريف الثالث اللي هو الحدث الاقدم. letter A هي الاجابة الصحيحة. 20 I once not the newspaper every day now I don't have the time. كنت زمان متعود اقرا النيوز بيبر بس دلوقتي ما عنديش وقت. used to والمصدر يعني اعتاد ان يفعل شيئا في الماضي، فنختار letter B used to read. 21 I was reading a book when you not me last night. انا كنت اقرا كتابا عندما انت found me اتصلت بي last night الليلة الماضية. letter C الاجابة الصحيحة. 22 I not the police after I had seen the accident. شايف انت ان بعد after هنا ماضي تام had والتصريف الثالث، فالمفروض ان انا اختار قبل after ماضي بسيط، اختار telephone letter A هي الاجابة الصحيحة. 23 by the time Nada arrived we not lunch. by the time بيجي بعدها ماضي بسيط ثم ماضي تام، فين الماضي التام هنا؟ letter C had letter C. 24 while I was playing football I not and broke my leg. while بينما انا كنت بلعب، while بيجي بعدها ماضي مستمر ثم ماضي بسيط I fell. letter B هي الاجابة الصحيحة. 25 as soon as we arrived at school the first lesson not. as soon as ينفع يجي بعدها ماضي بسيط ثم ماضي بسيط تاني، لو الاثنين حصلوا في وقت واحد، وهو بيقول لك بمجرد الوصول الدرس الاول بدا، فبالتالي الاثنين حصلوا في وقت واحد، فيبقى نختار began letter C هي الاجابه الصحيحه. 26 what not when I called you you sounded very busy. كان يبدو عليك انك مشغول، يبقى كنت بتعمل ايه وكنت مستمر في ايه. وين هنا بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي مستمر اللي هو where you doing، ماذا كنت مستمر في فعل ايه، يبقى where you doing letter B. 27 I not my own computer for 3 years before anything went wrong with it. طبعا هنا before بعدها ماضي بسيط، انا عايز قبل before ماضي تام، فين الماضي التام هنا؟ had letter B had اللي هي apostrophe D اختصار had، وبعدها had الإجابة الصحيحة letter B. 28 it was dark الدنيا كانت ضلمة when we reached the beach لما وصلنا الشاطئ because the sun not down. عايز أكد عليك على معلومة مهمة جدا، ان because لو جاء قبلها ماضي بسيط
لو جه قبل بيكاز ماضي بسيط يبقى بعدها ماضي تام. فانا عندي هنا بيكاز قبلها ريتشد فبعدها وكان واز كمان ماضي، فبالتالي اختار letter A had gun. Twenty-nine. While she was doing her homework, my sister not to music. اتفقنا ان ينفع while بعدها ماضي مستمر. ماضي مستمر شخصين كل واحد منهم بيعمل حاجة، حدثين مستمرين في نفس الوقت، فنختار letter D was listening to music. 30. My mother made me a cake it not of lemon. كان يبدو مذاقه of lemons tasted، لان هي made في الماضي، هي عملت الكيكة في الماضي فبدا طعمها في الماضي. اكيد اكيد طبعا الكيكة اتعملت في الماضي فاكيد طعمها كان ماضيا، بدا طعمها. C هي الاجابة الصحيحة. 31. Not the storm many streets were covered with the sand and the dust. بعد العاصفة كتير من الشوارع كانت متغطية بالرمل. بعد اكيد العاصفة مش قبل العاصفة، بعد العاصفة كانت متغطية. letter A هي الاجابة الصحيحة. 32. Hardly not the book when he wrote a report about it. Hardly من الكلمات اللي بتيجي في الاول وبعدها صيغة استفهام، يعني had في الاول ثم he ثم read. had he read. letter C هي الاجابة الصحيحة عشان hardly بيجي بعدها. hardly hardly scarcely no sooner لما بيجوا في اول الكلام بيجي بعدهم صيغة استفهام، هيبقى had he read. 33. Having not the license he bought a new car. طبعا obtained ليه؟ لان having بيجي بعدها تصريف التالت مباشرة، having وتصريف التالت، بمجرد انه حصل على الرخصة اشترى العربية. obtained letter C. 34. It not for 3 years the farmers were very happy to water their fields. It rained for 3 days. امطرت لمدة 3 أيام. فعل ماضي بسيط علشان الفلاحين كانوا في الماضي مسرورين. rained letter A. 35. After I not to the stadium I realized that the match had already started. after I المفروض ان after بيجي بعدها يا اما ماضي تام يا اما ماضي بسيط، بس هنا الحكم في الموضوع ده هو ايه؟ هو انه الحدثين حصلوا في وقت واحد ولا في واحد منهم اقدم من التاني. طبعا هو هنا بيكمل بيقول انا ادركت ان المباراة كانت بدأت مجرد ما وصلت الاستاد، او بعد ما وصلت الاستاد ادركت ان المباراة كانت بدأت. هو ادرك هنا بعد ما وصل بكتير ولا ادرك بمجرد وصوله؟ لا طبعا ادرك بمجرد وصوله، فالاتنين هيبقوا ماضي بسيط عادي جدا. الاتنين حصلوا في وقت واحد، هو وصل فشاف الماتش على طول، فيبقى الاتنين حصلوا في وقت واحد مفيش فاصل زمني، فنختار letter B got. 36. My dad not on business trips to Japan 4 times last year. طالما حدد لك عدد المرات فما تختارش الماضي المستمر ولا الماضي التام، وتختار الماضي البسيط letter D went. 37. During not to school I saw some students quarreling fiercely. طبعا during بيجي بعدها الاسم، وهنا الاسم هو my walk. ليه؟ لان my walk يعني تمشيئتي، دايما بيجي my ضمير ملكية مع الاسم ما بيجيش مع الفعل، فانا عايز during بيجي بعدها اسم، فيبقى الاختيار letter C my walk. 38. Yesterday we were discussing the new project and not a good time as well. Yesterday احنا كنا بنناقش البروجكت الجديد وفي نفس الوقت having a good time. الاثنين ماضي مستمر، طب ما فيش ليه was aware مع having؟ يعني ليه ما قلناش was having aware having؟ لانه ينفع مع and. هنا انا ربطت الماضي المستمر مع ماضي مستمر، فبالتالي and جت في النص كرابط بمعنى و، فلما يحصل ده ما نحطش في الفعل الثاني was aware. امال ايه؟ هيبقى was aware الاولانيه مع discussing سدت على الاثنين، جت مع were discussing وتنفع مع having، يعني ما نحطش واحده كمان were discussing and having على طول. 39. When I was on holiday I used to go to bed late every day. That means لما كنا في الاجازه اعتدنا ان نذهب للسرير متاخرا كل يوم. ده معناه ان احنا ذهبنا للسرير ليت كل يوم، احنا كنا بنعمل كده في الماضي، فنختار letter A I went to bed late every day. number 40. I was walking peacefully كنت ماشي بامان وبسلام when I realized لما ادركت that I not along
the street، ان انا I was being followed، كنت بأتبع. هنا مجهول verb to be being، والتصريف التالت was being followed، كان في حد بيتبعني. هنا طبعا بعد وين المفروض انه ماضي مستمر مثلا، ينفع اتفقنا ان ممكن بعد وين يجي اي شكل من اشكال الماضي، بس هنا كان في حد ماشي ورايا along the street، بطول الشارع along the street يبقى ماضي مستمر. 41 she not the city before the school trip، before قبلها ماضي تام، فنختار letter B had already visited. 42 luckily لحسن الحظ when I not the station the train left، طالما بيقول لحسن الحظ يبقى هو لحق، يعني هو وصل والقطار رحل، فبالتالي الاثنين حصلوا تقريبا في نفس الوقت، فهنختار reached عشان يبقى الاثنين ماضي بسيط مع بعض. لحسن الحظ انا وصلت والقطار رحل، يبقى الاثنين حصلوا في نفس الوقت، فنختار letter C. 43 احمد the car was hit، اتخبطت by a driver who not at a mad speed، كان سايق بسرعة جنونية. طبعا انا عندي هنا بعده المفروض was driving، ليه؟ علشان عربية احمد اتخبطت بواسطة سائق هو الذي كان كان بيسوق was driving. لما تبص على الاختيارات الثلاثة التانيين هتلاقي drive مضارع بسيط، وطبعا ما ينفعش السواء كان بيسوق في المضارع، ودرايفز برضو letter D نفس الكلام، was driving يعني بيتساق، فأكيد سائق كان بيسوق ما كانش بيتساق، فكان سائق بسرعة جنونية letter A هي الإجابة الصحيحة. 44 مونا didn't send the message to her father until she not it، until بيجي قبلها ماضي بسيط منفي اللي هو didn't المصدر، وبعدها ماضي تام اللي هو had written letter C. Number 45 President Sadat died in 1981 before that، قبل هذا، خلي بالك before that بتبقى تساوي after، لما تشوف before that اعرف ان في after، كأنها after بالضبط. After our army not the Suez Canal in 1973، طبعا طالما before that تساوي after، after بيجي بعدها ماضي تام، فنختار letter B had crossed. 46 As my mother was exhausted she fell asleep while not TV، while لما بيجي بعدها مفيش فاعل زي ما انت شايف، بيجي بعدها الفعل زي ان جي على طول زي after و before، فنختار letter C watching. 47 having بيجي بعدها تصريف ثالث، فيبقى having done letter D. 48 no sooner لما بتيجي في اول الكلام بيجي بعدها صيغة استفهام مع زمن الماضي التام اللي هو had والفاعل والتصريف الثالث had we learned had we heard letter A. 49 علي not traveling by sea، طبعا traveling الفعل زي جي ده يبقى اكيد في is used to، لان used to بس بيجي بعدها المصدر، فبالتالي انا هختار is used to letter C. 50 I turned off the light before not out، before لما ما بيبقاش بعدها فاعل بيجي بعدها الفعل زي جي يبقى going letter B. 51 by the time he was 12 my son، اتفقنا ان by the time لما بيجي بعدها مده بيجي بعدها ماضي تام had memorized letter A هي الاجابه الصحيحه. 52 I not visit the pyramids every month when I was in Cairo، طبعا اعتدت ان ازور الاهرامات في الماضي used to بيجي بعدها المصدر اللي هي visit. وبكده يكون انتهى الجزء الرابع من الوحده الاولى الخاص بحل وشرح اسئله القواعد مفصلة من كتاب جيم. يتبقى لنا بس الجزء الخامس اللي هو الخاص بامتحان الوحدة عشان يبقى خلصنا الوحدة الأولى مع بعض. هتلاقي طبعا الرابط بتاع الجزء الخامس وطبعا الأجزاء السابقة كلها هتلاقيها برضو في الوصف، كمان عامل قائمة تشغيل كاملة للوحدة الأولى، لو حابب تدخل على الوحدة الأولى من أولها هتلاقي برضو القائمة كلها موجودة تحت في صندوق الوصف. أشوفكم الحلقة الجاية، إلى اللقاء.